السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحمد وزردين، رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح نلعب فورتنايت، وفيديو اليوم راح يكون في تحدي. التحدي باختصار اقترح علينا المكسراوي، بقول لك كل ما تجيب كل نزل 3 دي ريزولوشن 15%، يعني الصورة راح تصير مبكسلة معك. بدون ما نطول أكثر، خلينا نجرب التحدي، ومشكور على التعليقات الحلوة هاي، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، و مش ضايلين ايش على 2000 مشترك، اشتركوا بالقناة وخلاص بكفي. استمتعوا. اوكي، في واحد نازل معانا. ايش هذا السلاح؟ اوه نايس، نو سنايبر. هسه راح ياخذ يعطيني نو سكوب هيد شوت، راح يجيبوني. ان شاء الله. هذاك بطلق من بعيد. دقيقة خلنا أقلل. تكفى. كيف راي يبدأ هسه؟ في كمان ناس هسه. بس دقيقة خلنا أقللها كمان. أوكي. اوكي نايس، انا قدرت بزيادة بس عادي. اوكي انا كيف بدي العب هيك؟ انا قلت كمان المفروض 60، هي 40. يا ساتر يا ساتر، لا يا جماعة طلت. كيف بدي العب هيك انا؟ ايش غرب والله. والله ايش طلع لي؟ عفو الله، حاسس حالي بلعب ماريو يا جماعة، مش شايف. اوكي يا 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 وين 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 وين، حرام. ضايع، انا اسف، بس راح اضيع زيه. شوف كيف بس اغير الاداء. اوكي قلنا باين هي 20، ايه بقدر انزلها اكثر من 20 من 25؟ لا والله اكثر ايش 25. اوكي راح اصير اقلل من الفريمات. يا عفو الله يا عفو الله يا اخوان، والله ما بحكي بلاش نقلل من الفريمات اذا قتلنا حد. خلاص شو رايكم؟ اللعبة شكل لعبة، والله حاسس حالي بلعب لعبة على التليفون، لعبة بدائية. مش سامع او سمعت اشي قصدي، بس مش شايف. لا مش واحد صبارة شكل، يا الله مش طبيعي الوضع. شو رايكم نجيب تبعت سبايدر؟ يابا هي واحدة تبعت سبايدر مان احسن التنقل. في واحد نازل معاي. ايش هذا؟ شو دم؟ نحن نعشق. يا الله يا الله، بعلف الشوتجن هذا يا جماعة. 80 يلا. لا هي مش ناقصها ضباب يعني صراحة. أنا فكرت ننزل من هون أصلا. جي جي وحش. ما كانش شوت جن؟ خلينا نقلل الجودة ثواني. لا وقف، روح واقع هسه. هاي ستي. ترجمة
21 هون. نايس. هو نوب بس بعرفش يعني بوتر لعبه غريب. يلا ما هذيك تقول لي 40. ما في ناس هون شايف بناية انا. ايه والله واحد هو 48 ابيض يا اخوان. انا اقسم بالله انا مش شايف، انا يا دوب هيك شايف نمل. دقيقة هذا انا شايفه بس شكله محرك والله العظيم. افتح ايديت الله ياخذك. مكسور شيلده. وين هو؟ ليتس جو. الاعدادات اوكي. قديش 25 قلنا؟ الله ليش ما لعب هيك تحديات؟ والله كني لمحت اشي هون فكرت واحد. اوكي انا قلت انا قلت اذا قتلت واحد بدي اقلل الفريمات. وين الفريمات؟ 144. يا رب ما نوصل ل 30. دقيقة دقيقة في صوت واحد. عفو ربنا. ذهبي هذا. اوكي باقي اثنين. نقلل الفرمات اخوان. حرفيا انا بعاني، انا قاعد بعاني. تعرف لو متت والله الا معقول انا ببالغ؟ مش شايف حرفيا. الكلمة ودي أقولها بس يقال لا صعبة هذه، لو قلتها راح أنسجن. خليني ساكت. يا رب يا رب ما يكون معرقين. خلينا نفوت. أوكي قتلوا 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 قتلوا. وين؟ وين راح؟ وين متخبي هذا؟ ما لسه بدور عليه، انا مش عارف وين. الله العظيم. يب 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 الزون. متى صار الزون هناك؟ انا مش عارف يا الله يا اخوان. انا مش شايف. ليش هيك؟
كلب عاش موارد. نمتس اخواني اما النصر او النصر بدي اشيل الاكس. جو آخ يا اخوان اصعب جيم بلعبه بحياتي حرفيا والله والله اصعب جيم. يعني على ريزوليوشن 25% على 120 فريم معانا 7 كيل فوق كل هذا ما عندناش موارد. جي 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 جي, جي.